نظمت نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر للحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة والتعاون بين النقابتين خلال الفترة المقبلة لدعم الصحفيين الفلسطينيين الشعب الفلسطيني. وخلال المؤتمر الصحفي وجه نقيب الصحفيين الفلسطينيين الشكر لمصر قيادة وشعبا لدعم القضية الفلسطينية، داعيا المنظمات الدولية إلى ضرورة فتح تحقيق دولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، محذرا من خطورة استهداف المستشفيات التي يتواجد بها عدد كبير من الصحفيين. هو ده جزء من دور الإعلام المصري، جزء من دور نقابة الصحفيين. ده فكرة استضافة نقيب الصحفيين الفلسطينيين هي محاولة لتقديم صورة غير الصورة المغلوطة التي تقدم. نحن وعكس حجم الجريمة التي ترتكب على أرض الواقع، هي جزء من دور هذه النقابة وجزء من جهد يجب أن يستمر في فتح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في فلسطين، ضد الشعب الفلسطيني، ضد الصحفيين أيضا. والتحذيرات التي خرجت من هذا المؤتمر مهمة للغاية، وهي تحذيرات بأن هناك مئات الصحفيين ربما معرضون لجريمة قتل جماعي مثلما يتعرض الشعب الفلسطيني الآن لجريمة حرب، جريمة حرب كبيرة وجريمة إبادة. إن المكان الأنسب في الوطن العربي لبدء أول مؤتمر صحفي في العالم العربي هو من مصر، من مقر هذا المنبر، منبر الحريات الإعلامية ومنبر كل الصحفيين العرب الذي يعبر عن ضمير الشعب المصري وضمير الإعلام المصري. والمكان له دلالته طبعا لأن لدينا علاقات مشتركة تاريخية، وهذه النقابة بذلت جهد هائل منذ بداية الحرب معنا وسخرت كل إمكانياتها للوقوف مع الصحفيين الفلسطينيين. أشكرهم باسمي وباسم كل زملائي في فلسطين.